بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء على الهواء مباشره. النهارده يعني هنعرف معنى او تعريف لكلمه المنافقين، لكن عايزين نسال هل ننشغل بمين هم المنافقين؟ نفضل ندور عليهم في الناس واقعد ادور على ده واقول فلان ده منافق فلان ده مش منافق؟ يعني هل انا بعرف معنى المنافقين وتعريفهم في القران والسنه عشان ادور فيهم في وسط الناس واعرفهم وامن نفسي منهم، ولا عشان انا اامن نفسي من فكره النفاق؟ احنا عاملين حلقه النهارده عشان نامن كل واحد يامن نفسه، مش عشان نقعد ندور في الناس اللي حوالينا ونكتشف مين منافق ومين مش منافق، عشان دي مش شغلتنا اولا، ثانيا مش هنعرف برضو، يعني مش هنعرف برضو يبقى الموضوع بيقولوا اكيوريت او دقيق 100% انه يعني فلان ده منافق 100%. يا سلام، يعني حاجه جبتها واستشفتها منين؟ فضلت الشيخ اشرف الفيل، ازاي حضرتك؟ و يعني المنافقين مذكورين في القرآن الكريم صراحة ومكتوب هم مين وصفاتهم ايه، لكن هل انا في عصرنا الحالي انا لازم انشغل باعرف زي كده ما يقولك ايه، دور على الحاسدين وابعد عنهم، دور على، هل ادور على المنافقين ولا ما ادورش ولا عمي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم اجمعين. وبعد، ممكن ناخدها في رسائل كده سريعة. لابد وان نفهم ان الاسلام او القرآن او السنة حينما اطلقت لفظة المنافقين فكان هذا الاطلاق هو الاول في اللغة العربية، فلم يكن يعرف في اللغة العربية قبل ذلك لفظة منافق، إنما كان يعرف في اللغة العربية لفظة نفق، ونفق يعني مات خرجت روحه في الحيوانات، أو نفق أي اتخذ لنفسه نفقا، أي طريقا في باطن الأرض ليس مرئيا، فهو يطلق على ذلك أصل الكلمة كده في اللغة العربية. إنما كلمة منافق بنفس اللفظ باسم الفاعل هكذا لم تطلق في اللغة العربية إلا حينما جاء الإسلام فقط ونطقت في ألفاظ القرآن الكريم. دي أول رسالة. الرسالة الثانية، القرآن لما اتكلم عن المنافقين وعن صفات المنافقين لم يتحدث عنهم حتى نبحث نحن عنهم. هو مش بيقول لنا المنافق كذا عشان انت تدور عليه في المجتمع فتدور فين المنافق، لأن كل صفات المنافق اللي موجودة كلها صفات باطنية وليست ظاهرية. يعني إذا حدث كذب أعرف إزاي أنه كذاب إلا إذا بقى بالأدلة وبالبيانات وبالكلام ده كله، إذا عاهد غدر أعرف إزاي أن في نيته أنه هيغدر بيا، إذا وعد أخلف ممكن لما يخلف في معادي يقول لك أنا كنت عيان كنت مريض فيكذب، ده أنا عملت حادثة، ده أنا اتأخرت، ما أعرفش فين أنا، يعني همسك الكلام ده كله إزاي؟ إذا المقصود من ذلك كله أن الإنسان يبحث في نفسه هو. يعني لما يقول لي آية المنافق ثلاث، ولما يقول لي أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يبقى لازم أفهم أن المقصود بكده أن أنا لازم أفكر في نفسي، يا ترى أنا لو وعدت بخلف، يبقى أنا لما باخد وعد من واحد واجي أخلف يبقى أتأكد تماما أن كده بقيت إيه، خدت صفة من صفات المنافقين، إذا عهدت فغدرت يبقى خدت صفة من صفات المنافقين وهكذا. يبقى إذا ليس المقصد أن يبحث الإنسان عن المنافق أو أن يصف غيره بنفاق، لأنه مش هيعرف يوصل، لا مش هنعرف لحقيقته بالظبط، إنما أقدر أوصل لحقيقتي أنا. أيوه، يعني انا اواجه نفسي بيني وبين نفسي، هو ده المطلوب، هو انا شكلي كده بنافق ولا انا شكلي كده ايه؟ يعني افضل احاسب نفسي يوميا. ايوه، انه هل الفعل اللي انا عملته ده، الكذبه اللي طلعت دي، الامانه اللي انا خنتها دي، ده فيها نفاق؟ طب انا كده اتحط مع المنافقين؟ ف يعني انا اصنف، يعني لو الواحد بيعمل حاجه بيكذب هل يبقى منافق؟ يبقى منافق لو بيكذب واحنا بنغلط وبنتوب، نغلط طيب. وبنتوب، خليني اقول لحضرتك برضو اصل المنافق دي صعبه، ده دول الدرك الاسفل من النار، فرعب. ما هو عايز اقول لحضرتك النفاق نوعان، نفاق عقدي ونفاق عملي. نفاق عملي الذي كذب مره واحده في حياته، مره واحده كذب مره كده، لكن ليس الكذب وصفا فيه. ايوه، خلي بالك من الحكايه دي، فان كان الكذب وصفا فيه انتفى عنه الايمان، لان النبي سئل ايكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. عادي مؤمن وجبان بيخاف ماشي، بخيل ماشي. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. يبقى الإنسان المؤمن لو اتعود على الكذب يبقى خرج من دائرة الإيمان مطلقا، وربنا ما يحبش الكذابين. يبقى لو كذب مرة واحدة اسمه كده نافق مرة أو كذا، لكن لو بقت دي صفة فيه
هيتحول هذا الكذب الذي فيه إلى نفاق عقدي. النفاق العقدي اللي ربنا قاله في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والآية الثانية في البقرة: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. تمام كده؟ يبقى واضحة الحكاية في أن فيها مخادعة وأن فيها كذا. يبقى دي حاجة. يبقى ده النفاق العملي. فاللي احنا بنعمله لو واحد غدر مرة، كذب مرة، فجر مرة في خصومة، مرة واحدة، هذا يسمى نفاق. طب لما يسمى نفاق ده كده يبقى حاجة كويسة؟ لا، دي حاجة مش كويسة. ده انت دخلت في معترك الظلام، لأن زي ما قلت لحضرتك النفاق النفق يعني معناه مكانه مظلم. انت دخلت جوه الظلام، فانت دخلت قلبك في حتة مظلمة، فلازم تلحق تطلعه بسرعة بره بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. يبقى لازم نعرف كده، وإن احنا لو تكررنا هذه الصفات وأصبحت صفة فينا يبقى نعرف إن احنا في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. بعدين بقى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. يعني الواحد لما يكذب مرة أو تبقى فيه صفة من صفاته الكذب أو صفة من صفاته الخيانة، يجاهد نفسه ويقول ده هيعمل أربع حاجات. يتوب، يعني يقلع عن المعصية الأول. الذين تابوا خلاص واعتصموا بالله، جري بقى يقرأ القرآن ويلحق يعتصم عشان ما يرجعش تاني. بعدين: وأخلصوا دينهم لله، يعني نيته أخلصها لله بقى، أن أنا مش قصدي عشان الناس بتقول عليه منافق ولا حاجة ولا كذا، لا ده أنا عشان أعمل كده. وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. في الحالة دي بقى يرجع يروح المؤمنين. بقى الإنسان لما بيخرج من دائرة الإيمان ويروح لدائرة النفاق عشان يرجع تاني لدائرة الإيمان محتاج أربع حاجات. تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. لازم يعمل الأربع حاجات دي عشان خاطر يرجع إلى دائرة الإيمان مرة ثانية. طيب هاخد اتصالات، وبعد الاتصالات عايز أسأل حضرتك، هو اللي بيكسل في الصلاة ده منافق؟ أيوة. بعد ما السؤال. صباح. أيوة. أهلا بيك، اتفضلي. أهلا وسهلا. لو سمحتي بس كنت عايز أسأل الشيخ أشرف على مشكلة يعني عندي في البيت عائلية، يعني مع خطيبي وكده. اتفضلي. هو كان عندنا، كان موجود، احنا لينا بيت وكان هو عند بيت اخواتي يعني. فكنا موجودين، فهو اتضايق شوية مع الولاد وكده، فقال هو كاتب كتابي تمام. فالمهم قلت له اتضايق، فقام قال علي الطلاق بالثلاثة ما جاي هنا في بيت اخواتي. فلما طبعا كلمنا كذا حد قال لي لازم تسألي شيخ من الأزهر ان هو فعلا يمينه يمشي عليكي دلوقتي ولا لا. هو انا عايز اعرف بقى يمينه دلوقتي يمشي عليا. هو جه تاني؟ لا ما جاش، ومن ساعه ما حلف طلاق بالثلاثة ما هاجي المكان ده ما جاش. فعايزين نعرف هو لو جه يمينه يمشي عليا؟ استسأل ناس كتير وقالوا لا يمينه ما يمشيش طول ما لحد طالما هو كان بيحلف حلفان ناوي في طلاق يعني، ولا بيحلف كده؟ لا مش طلاق، زهق، حلفان متضايق فحلف الحلفان ده. طيب نسأل فضيلة الشيخ. خلينا عارفين ان لفظة علي الطلاق ليست طلاقا. لما يقول لمراته علي الطلاق من عامل كذا، هذا ليس طلاقا. ده يمين؟ قسم، ده يمين يا مصري عندنا احنا اللي بنقوله بس كده. احنا ألفناه. تأليف فيشن من عندنا. علي الطلاق يعني معنى علي يعني يلزمني. لما يقول علي الحساب يعني يلزمني الحساب. يعني انا اللي هحاسب. فعلي الطلاق يعني يلزمني طلاقك انت بقى لو انا عملت كذا يلزمني. طب لما جيت اعمل ده ما خلاص مش هطلق، انا رجعت في كلامي. فهذا عد عند بعض الفقهاء يمينا عليه يستلزم كفارة. هذه الكفارة هم عملوها نوع من انواع التأديب للشخص عشان ما يحلفش الحلفان ده. ما يقعدش يقول عليه الطلاق عليه الطلاق، مش لعبة. هي الحكاية يعني الموضوع مش كده، لأن من كان حليفا فليحلف بالله عشان ما يخشش في سكة تانية. فلما يقول عليه الطلاق يعني يلزمني طلاقك لو عملت كذا، فهذا الطلاق لم يقع. يعني قال عليه الطلاق ما أنا جاي هنا تاني. طب خلاص هو يلزمني طلاقك لو، طب أنا هاجي ومش هيلزمني الطلاق، مش هطلق، بس في نفس الوقت هيعمل إيه؟ كفارة، يكفر اليمين. انما انت يقع الطلاق بقى لو قال لها علي الطلاق لو جيت هنا تبقي طالق. في ساعات ناس يعني بتجود بتخيطها بتخيطها قدام وورا وكده. خلاص تحس ان ما بتعرفش تفك انت حاجه. فيجي لك في مساله يقول لك انا قلت لها علي الطلاق ما انا جاي هنا، ولو جيت هنا تبقي انت طالق. هنا في الحاله دي لو راح خلاص وقع الطلاق، لان هذا طلاق معلق على شرط، ده قصه كده. فعشان كده احنا لازم ناخد بالنا من حاجه، فهذا لم يقع به طلاق ان كان كلامه كما قالت بالنص، قال لها علي الطلاق ما انا جاي هنا بس. فكانه نوع من انواع القسم، فعليه ان يطعم 10 مساكين يعني يكفر اليمين، ثم عليه ان يرجع الى بيته. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث: من حلف على يمين فراى غيرها خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
يعني طبعا مش انا واحد حلف ما يروحش عند بيت اهله او اهل زوجته، فهذا نوع من انواع يعني هذا ليس بخير. فلياتي بما هو خير، فلياتي الذي هو خير، اللي هي الزياره بقى يرجع تاني ويكفر. يعني هو حلف على حاجه حرام فيعمل الخير، حاجه مش خير يعني تركها خير، يعني قال حلف على مراته على طالما رجع عند بيت اهلك مثلا، ده مش خير طبعا. صح، لان لازم فيعمل لازم الخير ويدفع بالزبط. كفاره يعمل بالزبط. ايه بقى يدفع كام؟ يدفع الكفاره لطعام 10 مساكين، الحد الادنى طبعا 40 جنيه اللي هو سندوتش الفول والطعميه، والحد الاقصى طبعا 100 جنيه اللي هو سندوتش الشاورما اللي يعجبكم بقى، اللي بياكل شاورما يطلع. شوف بياكل شاورما ب 100 جنيه فضيلة الشيخ. لا هو انت قصدك انا الحمد لله ما باكلش الشاورما، بس انا بسال بظروف كده راجل 83. مش من اوسطي ما تطعموني يا فضيلة الشيخ، انت تحدد على الفول. لا لا استني، اوسط ما تطعموني واحنا قاعدين ناكل فول على طول وطعميه على طول. لا يعني من اوسطي ما تطعموني، كل واحد على حسب يا جماعه. خلاص من اوسطي ما تطعموني اهلكم، يمكن الناس ما بتاكلش. بس هندخل بقى في التونه المستورده وكده، فضيلة الشيخ ما بياكلش غير الحاجات دي. فاحنا طيب مريم. الو، اهلا يا مريم اتفضلي. انا كنت عايزه اسال فضيلة الشيخ اشرف على الصلاه. انا دلوقتي مش بصلي كويس او مش منتظمه، يعني عندي 15 سنه والمفروض ان انا خلاص يعني تميت من البلوغ، فانا دلوقتي مش منتظمه في الصلاه وكل شويه اقطع، وبعد كده اصحابي يموتوا وابقى بتعرض ساعات بتعرض بخاف من ربنا. يا روح قلبي مش عايزه اموت من الصغير لان انا بخاف. انت 15 سنه فيك بالليل، فيك بالليل، وبعدين اقول انا بموت كل يوم ما بقدرش اسكت، لما بسكت نفسي بيتعبني، فماما جايه بتقول لي طب اسكتي بلاش تسكتي وخليكي قاعده على السرير وصلي وانت قاعده على السرير، فده صح ولا انا غلط ولا ايه؟ طب يا حبيبتي ما تعيطيش، ده انت عندك دم اكتر من ناس كتير قوي ما عندهاش دم خالص خالص يا مريومه، ما تعيطيش دي 15 سنه. دينا. الو، اهلا يا دينا. مساء الخير يا استاذ عين. مساء النور، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا فضيله الشيخ؟ اهلا اهلا بيكي، مرحبا. ربنا يخليك. انا بس كنت عايزه اسال حاجه بخصوص الحلقه وسؤال تاني. اتفضل. انا لو انا مثلا من طبيعتي ان انا مثلا بجامل الناس، بس مش المجامله اللي هي الاوفر مثلا، يعني انا ما بحبش احرق حد في وشه. مثلا شخص داني قال لي مثلا رايي في اللي هو لابسه، او واحده صاحبتي قالت لي رايي في، فتقولي لها فانا مثلا يعني مجامله، ده جميل ده، هل ده نفاق ولا لا؟ هذه دي نفاق ولا لا؟ ماشي. يعني تعتبر نفاق ولا لا؟ تاني ماشي. حاجة، أنا ولادي بيتابعوا حضرتك وقاعدين دلوقتي قدام التلفزيون، وكنت طلبت فضيلة الشيخ من فترة عشان هم مش بيصلوا، يعني واحد 13 سنة وواحد 10 سنين، هو كان عايز يكلم فضيلة الشيخ وقاعد قدامي. وللأسف يا فضيلة الشيخ هم قعدوا فترة طويلة بعد كلام حضرتك صلوا، بس للأسف هو رجع تاني وهو سامعني دلوقتي، فأنا عايزة حضرتك تديلي روجيتا كده بمناسبة دخول الشتاء بقى، وهيقول لي الجو ساقعة وكده. أنا بكلمه كتير عن الصلاة، بس هو بيقول لي انا حاسس انها تقيله، انا يعني بيتحجج بحجج بسيطه هو عايز، بس انا مش عارفه يعني اشجعه فيها ازاي. فبارك الله في حضرتك. طيب. لو هو سامعك دلوقتي لو تديله بس طيب. نصيحه هو واخوه. هيبقى نفس الاجابه بقى لدي لمريم، لان طيب. مريم كانت بتعيط وعندها 15 سنه. طيب يعني مريم بتعيط وعندها 15 سنه. مريم ده اسمه خوف لا منطقي، نتيجه بعض الصدمات اللي حصلت في فقدان بعض اصدقائها او صديقاتها اللي توفوا، فحصل لها نوع من انواع الخوف اللا منطقي. هذا نوع من انواع، يعني طبعا عشان لسه صغيره فمش بنقول يعني هو نوع من انواع الاكتئاب، لكن بيحتاج ان هي ما تاخدش الصوره على ان هي يعني ما تبقاش فاهمه الصوره كامله، مش عايز حد بس يفهمني غلط، ان هي خلاص لو ما صلتش كده خلاص هي دخلت النار دلوقتي. لا، احنا عايزين ناخدها بصوره تانية خالص، يعني مامتها تفهمها الموضوع بصوره تانية ابسط من كده خالص. احنا بنصلي مش قصه جنه ونار، احنا بنصلي عشان ده غذاء للنفس، عشان احنا نبقى ناس كويسين، احنا بنصلي عشان خاطر الواحد يبقى حالته النفسيه كويسه، لان الصلاه هي علاج للنفس وهي غذاء للنفس. انا لو ما اكلتش وما شربتش فتره من الزمان هخس، وممكن الواحد يجيله مضاعفات كتيره تؤدي الى الموت. كذلك الانسان لو ما صلاش النفس بتاعته مش هتتغذى، فانا مش هتتغذى تاني زي الجسم برضه، وهيقعد يبقى نفسيته تعبانه ويبقى مش مظبوط. فخلينا ناخد الموضوع في الاطفال الصغيرين زي كده، بناخد الموضوع بالصوره دي بالشكل ده بالمكان ده، لان هي ما شاء الله عليها، هي من كتر حرصها وحبها للصلاه وخوفها ان هي ما تصليش وخوفها ان هي يعني ربنا يطول في عمرها. طبعا لا، ما تخافيش في حكايه الموت والحياه، ده حاجه بتاعت ربنا ما لناش علاقه بيها. ممكن الانسان يمرض 100 سنه وما يموتش، وممكن الانسان يبقى سليم ويموت في الحال، ممكن يموت صغير ويموت كبير. احنا مش من مهمتنا يعني نفكر
احنا ربنا يكرمك يا فضيلة الشيخ. هو انت برضو فارق معاك انه هي تبقى 15 سنة كده وتبقى في حالة من الرعب. مش عايز كده، مش حابب انها توصل للمرحلة دي. لكن هو المفروض انه اللي في حالة من الرعب اللي هو مثلا زي حالتنا لازم نعيط ولازم نلطم ولازم نعمل كل حاجة. والله العظيم اللي 17 و20 ده خلاص ده انت ما عندكش يعني. لا و40 و50 وكده، وفي كسل وفي تكاسل وفي كذا. وده برضو هينقلنا لفكرة برضو النفاق في الصلاة. التكاسل في الصلاة هل يعد نفاق؟ خليني برضو أرد على دينا. هي عايزة أولادها يصلوا، وبرضو بتقولك المجاملة نفاقا. طيب أنا بالنسبة لأول نقطة الأولى بالنسبة لدينا، المجاملة ليست نفاق، هذا ليس بنفاق. يعني ما حد بيقول لي ده من حسن الخلق، يعني أنا من حسن أخلاقي إن أنا ما وحش حاجة وأقعد أقول ده وحش، لا ده مش ظريف، ده مش جميل، ده مش أحسن حاجة، لا في أحسن من كده، لا لا خالص. لا بس ساعات بقى يبقى مدير، يبقى في منصب، في إيه؟ يبقى حد في منصب ما، فانا ادخل اتملقه او اقول له او لا. هي بتكلم واحده صاحبتها لابسه، لا ما انا عارفه، انا بتكلم الموضوع لو وصل لابعد من كده. لا لو وصل بقى لابعد، احنا نقول ربنا قال وقل لعبادي يقول التي احسن. احنا نقول احسن الالفاظ دون ان يكون تكون، وده الفيصل في الحته دي النيه، مش مصلحه والنيه. يعني دلوقتي انا مدير، عندي مدير مثلا راجل مثلا قد يكون مش كويس، وانا عايز اجامله مثلا او حاجه، فبقول له لا ما شاء الله ده انت احسن واحد وانت افضل واحد، وانا عارف انه مش احسن واحد، يبقى انا كده بنافق. أيوة. ده واضح لان نيتي كده. لكن انا اقول افضل حاجه صلاني يعينك على هذه المهمه وان كذا وان كذا، ادعيله بقى اقلب الحكايه لما يقول لي يعني ايه رايك انا بعمله، بسال الله يعينك ويقويك ويوفقك ويكتب لك الخير ويجري الخير على يديك. يبقى انا كده ما عملتش حاجه اللي فيها الخطا. بالنسبه لابنها بقى الامور الصغير، انا عايز اقول له اقول لها حاجه هي بتريحهم. بالنسبه للشتاء والسقعه والكلام ده، احنا الصبح اول ما نصحى من النوم كده كده بناخد شاور او بنستحمى او بنتوضى، لازم نخش حمام ولا ما فيش حمام الصبح. فندخل الحمام ونطلع نتوضى بقى بميه سخنه، نلبس الشراب ونقعد طول اليوم نمسح عليه. دي حاجه بقى حلوه قوي، دي لذيذه بقى. ما يقلعوش بس، يلبسوا على وضوء ما يقلعوش، يبقى لابسه مع الشوز بتاعه راح المدرسه. هو جاي المدرسه اول ما يجي قبل ما تقلع الشوز اتوضى كده وامسح على الشراب وامسح على الشراب وصلي على طول. العصر كمان وهكذا، عايز تقلعه بقى يقلعه ويتوضى ويلبسه تاني، ما فيش اي مشكله. بس هو يوم يعني ياخد يوم بليله، يعني اللي هو خمس اوقات بس، اربع اوقات بيصلي بيهم والخامس اللي هو بيبقى على وضوءه العادي الطبيعي. فممكن نعمل دي، هتوفر عليه في الموضوع. الحاجه الثانيه مش لازم يتوضى بميه ساقعه، يتوضى بميه سخنه ما فيش اي مشكله. يبقى على وضوء دايما، يعني حافظ على، ما يبقى عارف ان العصر فاضي عليه ساعه واحنا خارجين رايحين مش عارف فين، طب اتوضى قبل ما اخرج وابقى وامسح على الشراب وافضل محافظ على وضوء العصر كده، انا اصلي وخلاص. طيب نقطه ثالثه، ودي بقولها لكل طلاب العلم في الجامعات وغيره، اللي هو مش قادر ساعات، انه ممكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ان النبي جمع بلا عذر، اي بلا مرض ولا مطر ولا سفر، جمع الصلاتين. فانا دلوقتي عندي محاضرات، والمحاضرات دي هتاخد هتضيع مني وقت صلاه العصر، فينفع اصلي الظهر اربع ركعات وصلي العصر معايا اربع ركعات. يبقى انا كده اديت نفسي مساحه شاسعه لغايه صلاه المغرب، لا حرج في هذا. يا ده الموضوع ده ما فيش اي مشكله. ممكن برضو ابنك عشان لسه صغير نقول له اعمل الحكايه دي عشان خاطر اديك مساحه طويله في كذا. طيب لو جه الظهر هو مش هيقدر وما فيش فرصه خالص لا يتوضى ولا يروح في حته ولا بتاع، خلاص ننوي ان احنا نجمع الظهر مع العصر تاخيرا، فناخر الظهر العصر، ولما يجي العصر بقى نصلي الظهر. الام تقول لابنها قوم صلي 60 مره وما يقومش. ما هو احنا، ما هو انا اقول لك على حاجه، ما هو اصل الاولاد قوم صلي حاضر وما يقوموش. حاضر ويطلع يقعد في اوضه تانية ويبعد عنك بس ما يصليش. خلينا نجيب الموضوع بطريقه المحبه واللذه. يلا يا اولاد صلوا، يلا يا اولاد كذا، ونخلي الكلام ليس منفردا، يعني ما تخليش لشخص معين، يعني يلا يا اولاد اللي ما صلاش يصلي، يلا يا اولاد اللي ما صلاش يصلي. دي دايما كلمه بقولها في لساني. هي ما تزهقش برضه، لا هي ما تزهقش من كتر انها بتفضل تقول ده. لا خالص، ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وامر لك بالصلاه واصطبر، ما يقولوش واصبر، حط الطاء في النص عشان كسره المبنى تدل على كسره المعنى. على عمق المعنى، يعني معناها اصنع صبر، صبرك لما ينفد انت اصنع، حتى المصنع شغل كده الصبر واملى قلبك صبر، املى جيوبك صبر عشان تصبر. فاحنا محتاجين كده مع الاولاد، نقعد كل شويه نقول لهم صليتوا يا اولاد خلاص. طيب. احنا قايمين اهو وما بيصلوش. طيب التكاسل في الصلاه نفاق؟ خلينا ناخد بالنا من نقطتين. في واحد بيتكاسل في الصلاة كصفة من صفاته، ولا يقوم للصلاة إلا وهو كسلان، وسبب قوامانه للصلاة مش من أجل الصلاة. في اتنين كسلانين، واحد قايم للصلاة كسلان وواحد قايم للصلاة كسلان.
واحد قايم للصلاة كسلان، ده نوع كسل طبيعي، بس هو عايز يؤدي الواجب اللي عليه فبيأديه، مش في دماغه على أنه واجب عليه وهو بيأديه. واحد قايم وكسلان ومش قادر يقوم، بس هو قايم عشان الناس تشوف انه بيصلي. عشان كده القرآن قال النص كده، قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى بيعملوا إيه؟ يراؤون الناس. تكملة الآية مهمة قوي، يراؤون الناس. تمام. الوصف هنا ده يعني يعني ده الفرق انه المنافق انه هو عشان قدام الناس يبان انه بيصلي، فهو مش قادر يقوم، انما اللي بيكسل بينه وبين نفسه وبيقوم وبيجاهد نفسه، لا لا لا، ده لا يعد من النفاق، ده لا يعد من النفاق. بس هو ده معناه يعني له اشاره الى ان الايمان بتاعه ضعيف، فمحتاج يقوي بالذكر بس. شكرا جزيلا فضيله الشيخ اشرف الفيل. عندنا فاصل قصير ونعود. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في الحديث الشريف. يقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وإن أول أهل الجنة دخولا هم أهل المعروف. دكتور عماد عوض، رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقى المصرية، الحقيقة أول مرة يعني أقرأ هذا الحديث. هو الحديث ده من الأحاديث العامة اللي هي بتشتمل كل معروف تحتها بتفصيل. سيدنا النبي فصل لنا الحديث ده في أحاديث كتيرة جدا، منها سعفاء الخدين، منها حاجات كتيرة جدا، هم أول ناس بيدخلوا الجنة، منها الفقراء الحامدون، منها أهل البلاء، منها الكلام ده كله. فالحديث ده بيبشر الناس اللي بيعملوا معروف في الدنيا. اللي بيعملوا معروف ده اللي هم إيه بقى؟ على رأسهم طبعا اللي هو الأم والأب اللي بيحسنوا تربية ولادهم، وده قمة المعروف. واحنا لو ربنا كويس انتهى كل حاجه. هيطلع لنا بقى المنفق، ما هنحتاجش جمعيه البر والتقوى تقول للناس وتحضهم، لان العالم الناس متربيه على كده. فعندنا اللي بيصلوا رحم، هي دي قمه المعروف. ما وصل الرحم ده، يعني انا بشوف رحمي محتاج ايه بعملها لهم، بشاركهم في فرحهم في احزانهم، قمه المعروف. تمام. المعروف اكبره برضه طبعا لما سيدنا النبي سئل عن احب الناس الى الله، هيبين لنا بقى ايه اللي هم الأهل المعروف الأصفياء. مين بقى بالترتيب في المعروف كده اللي ربنا بحبهم قوي، اللي هم مين؟ قال لنا أنفعهم للناس. اللي بينفعوا الناس. في فرق إن أنا أنفع الناس، وفي فرق إن أنا أنفع نفسي وأهلي. أنا ملزم إن أنا لازم أنفع أهلي ونفسي، كده باخد عليه ثواب برضه صدقات. لكن أعلى من كده لما أنفع الغير. أنفعهم للناس، وقال لنا في قمة المعروف أحب الأعمال إلى الله، الأعمال المعروف بقى، قال لك سرور تدخله على مسلم. المسلم هنا اوعى تفكر اللي هو المسلم المتدين بدين الإسلام بس، ده المسلم ده لفظ عام لكل من يعبد الله. يهودي بس بعبد ربنا، مسيحي بس بعبد ربنا، مسلم بس بعبد ربنا. معايا؟ فهنا السرور تدخله على مسلم، تكشف عنه قربة، تقضي عنه دين، أو تطرد عنه جوع. اللي احنا بنشتغل فيه الدين والقربة، فرج على الناس قربات كتير جدا، منها الغرم ومنها المرض ومنها حاجات كتير جدا، ومنها مفيش مية ومفيش سقف، كل ده القرب. تمام. أو الجوع، احنا بنوزع كراتين، وبقول لكم يا جماعة أحب عمل لربنا المئة ألف كرتونة اللي بقول لكم عليها، تعال نثبتها كل شهر. احنا بنطلع القوافل دي، ما دي قمة العمل اللي بيسعد ربنا. سرور تدخله، احنا فرحنا الناس، ففرجنا عنهم كربة، اخدين اجهزة عرايس. تمام. وما عندهمش اكل، اديناهم اكل. حتة الدين بندخل فيه دلوقتي، احنا عندنا الشهر اللي فات الحمد لله مطلعين 60 حالة، اخدين احكام نهائية، خلصناهم بفضل الله عز وجل. فهم نساء اتقبض عليها فعلا ولحقناهم قبل ما يترحلوا الحمد لله. ودفعنا دلوقتي مش مجرمين ولا حاجة، هي لا مش على مجرمين. نفسها وصل امانة. ده في نقطة بس برضه، بس في ناس تقول لك يا عم هم بيبالغوا قوي في الشوار، يا جماعة ده 5000 جنيه و6000 و10000. معايا؟ انتوا عارفين ان في ناس بتشتكي، يعني مثلا 5000 هو بيحط 3 4 اصفار قدامهم، ما انتوا مصريين وعارفين. يعني هو عليه 5000 اصل، هو شاكي ب 5 مليون. يا ساتر. ده عاد، ما عشان ياخد حكم عالي، ياخد 3 سنين.
لكن 5000 هيتحط في القفص لاخر النهار وروح. انا استفدت ايه كتاجر؟ ما احنا عشنا مع الناس دي كلها وعرفنا بيعملوا ايه. لكن فيهم ميزه، الكثير منهم بيقول لك انا عايز اصل فلوسي وبنفاصل في اجره المحامي. معايا ممكن 5 يوصلوا ل 10 وممكن محامي محترم يقول لك مش عايز، انا يا عم عارف ظروف الست دي خلاص سدده بس وانا بتبرع بفلوسي. وفي ناس تقول لك لا انا عايز هم 5 انا هاخد 30. المهم عندنا ما تتسجنش عشان عيالها، المهم المعروف مهم. ولازم ان انت تبقى من اهل المعروف. ليه؟ لان ربنا قال ايه بقى في الحديث القدسي؟ ان لله عبادا اختصهم لقضاء حوائج الناس هم الامنون يوم القيامه من عذاب الله. هو انت مش عايز تبقى امن من عذاب الله ولا انت مامن نفسك بحاجه ثانيه احنا ما نعرفهاش؟ مفيش امان يوم القيامه الا بالمعروف، عشان نبقى متفقين. أيوة. المعروف ده صلاه انت بتصليها، صوم انت بتصوم، زكاه انت بتزكيها، يتيم بتكفله، بيت بتحفره، مستشفى بتعملها، ايه ايه ايه، كل ده ما هو ده اللي احنا شغالين فيه. لذلك انا دوري دال، انا بدلك. في ناس هتستجيب وفي ناس ما تستجيبش. مش معقول كل اللي شافونا اتصلوا على 19038. طب انا بقول اللي بيشوفنا دلوقتي، لو بتحب ستك النبي ارفع السماعه واتصل على 19038 يا اخي، ان شاء الله تدعي لنا دعوه. طيب خلينا نروح الفيوم. دايما يوم الثلاث كده بنعمل يعني تقرير كده على سبيل الانجازات اللي عملتها البر والطاقه المصريه وفكره الاستجابه لطلبات الناس علشان يبقى فيه مصداقيه، بنحطها على الشاشه، تعالوا نشوف. ومن هنا كانت فرحة الست عطيات محمود، وبعد معاناتها هي وأولادها ربنا أكرمنا وأكرمها وأكرم ولادها الأيتام بأنهم يفرحوا وأخيرا يحسوا بالأمان. ربنا يصلح حالكم يا رب ويطول عمركم، وفرحانة أول الله ألف شكر. وكنت قاعدة في الشارع أنا وعيالي وبنات لبيته، وجابت لي حاجات، سرير ودولاب وفرشة وأنتريه وبنات للبيت وكل حاجة، وعطتني كل حاجة والله، وكهرباء وسباكة وكل حاجة. ربنا يصلح حالكم يا رب، ده يوم عيد ويوم سعيد عليا والله، إن شاء الله بإذن الله ربنا يطول عمركم. بشكر جمعية البر والتقوى قوي قوي قوي، لمتوا عيلان يتامى من الشارع وبنت لهم بيت حلو قوي وقعدوا فيقعدوا فيه، وجبت لهم حاجات كتير قوي. يا رب يخلي الناس اللي متبرع باي حاجه يا رب، ربنا يطول عمركم. اخيرا لقينا بيت يحمينا من الشتاء ولياليه يا رب. احساس ولادي فرحه، فرحه كبيره قوي، مبسوطين قوي ولادي قوي والله، مبسوطين قوي 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 اللي لقوا بيت وقعدوا فيه، هودوا بالصلاه على النبي وقاعدين فيه، وبناه لكم سوا وعملوا لكم في كل حاجه وجابوا في كل حاجه. فرحه قوي اللي احنا قعدنا في البيت جديد من قعده الشوارع. ربنا يصلح حالكم يا رب. اول مره ولادي يحسوا بالامان، وقالوا لي يا ماما احنا حاسين بالامان لما لقينا بيت قعدنا فيه وسكننا فيه يا ماما. الحمد لله يا رب، الحمد لله، الحمد لله لك انت يا رب. بشكر جمعيه البر والتقوى، ربنا يصلح حالكم يا رب. ودي كانت فرحه الست عطيات، وكل ده بفضل تبرعاتكم وسعيكم. يلا كلنا نساعد بعض وندخل السرور على إخواتنا وحبايبنا في كل مكان.
والله التقرير يمس القلب جدا. بص فرحانة قد ايه بالبيت ويعني صغير، بس هي كانت في الشارع ما كانش ليها مأوى اساسا. نقطة كمان لفتت نظري، بص هي فرحانة ازاي بالبيت ومبسوطة وبتقول يعني لميته بنات يتامى من الشارع وكده، لانه في ناس بيبقوا شكلهم كأنهم مشردين، فتروح تقول لها تعالي وانا اجيب لك بيته كده تحدفك بالطوب، لان هي دي عامله مهنه ليها، هي بتبقى محسساك وفرشه بطانيه في الشارع وقلم متغطيه وبتاع، فمحسساك ان هي مشرده، وتيجي تقول لها تعالي واعمل لك بيت لما ما بيرضوش. فدول متسولين محترفين بيلموا فلوس من قعدتهم دي، انما دول الحقيقيين. دول بقى الذين لا يسألون الناس إلحافا. على فكرة احنا عدنا نحفظها في كلمة البر والتقوى شوية أكتر، هي ما تعرفناش أصلا ولا طلبت مننا حاجة أصلا. احنا اللي بنبحث عن الحالات اللي زي دي وبنحاول نوصل لها بناء على ترشيحات الأهالي والجيران وكده. الست دي كانت عايشة في الشارع هي وبناتها بعد موت جوزها، لأن جوزها كان غفير، وغفير طبعا لما مات هي مش هيخلوا واحدة هي اللي تغفر، شحدوه. لما احنا رحنا وقلنا عايزين نبني، الاهالي هناك مشكورين ادونا قطعه الارض دي، وطلعنا في ساعتها بنيناها. الكلام ده من حوالي بقى لنا 20 يوم الحمد لله. عايز اقول اهل الخير اللي سندونا وقفوا معانا، ما تستنوش ان احنا نعرض عليكم حالات، اتصلوا على 19038، خصصوا معظم زكاتكم وصدقاتكم في بناء البيوت وستر الناس، لان من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. يعني حضرتك الناس دلوقتي اللي هتدفع مبالغ عشان تكفل أسرة زي أسرة الست عطيات دي وولادها، يعني من غير ما يشوف هيقولك أنا عايز واحدة زي دول، ابن لها بيت عندك يعني كتير موجود معانا، وبيرفضوا التصوير خالص لأن بيبقوا ولادهم مثلا في المدارس أو كده، فبيعايروا بعض. فلذلك انا بقول للناس يا جماعه ساعدونا نسعد الناس وما نحوجهمش ان هم يتصوروا. احنا ما بنعرض حاله تعرف ان وراها حوالي 50 60 حاله تانيين عايزين يتعاملوا. فانا بقول ما تخلوش الناس تبقى ما بين نارين، نار ان هي تتعرض ودي فضيحه بالنسبه لهم، ونار ان هي تتساعد وتتسطر. فلا احنا عايزين نطلع نعمل كميه بيوت ونعرض انجازات، ناس بتشكر مش ناس طالبه مننا حاجه. يعني احنا بعد شويه هنعرض حاله. تمام. فانا بقول نفسي يجي علينا يوم يبقى يوم الثلاث ده يوم الانجازات. مفيش حالات، نقول بالبق معانا كذا كذا كذا، لكن ما نقولش ما نعرضش حاله. جميل. طيب بما انه حضرتك قلت انه يعني احنا عرضنا الانجاز، احنا هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع على التقرير اللي فيه حاله محتاجه الناس تساعدها. اتمنى انكم يعني تبصوا ليها بعين الرأفه، وان شاء الله ناس كتير هتساعدها بعد الفاصل. رغم المعاناة والمأساة الموجودة في إبسا الغرق وأماكن كتير تانية، إلا إننا نبقى بلد الحضارة، لأن دايما عظمتنا وإنجازاتنا بتخرج من رحم المعاناة، وبطيبتنا والخير اللي فينا بنساعد وهنساعد بعض إن شاء الله. معانا النهاردة حالة الحاجة فاطمة سيد، خلينا نشوف ونسمع حكايتها مع بعض. دخلنا على الحاجة فاطمة سيد، فلقيناها بتعمل الغداء وصممت وعزمت علينا وعلى كل الكرو، ربنا يكرمها يا رب ان شاء الله. خلينا نسمع قصتها وحكايتها. انا عندي جوزي مريض، انا وجعان، هو دلوقتي في المستشفى، وعندي ثلاث اولاد فرحه ومحمد وجنى، اللي ربنا بيقسم لي دي حماتي ومعيت، فهم الثلاث عيال بنطلع ربنا رزقنا بشغلانه بنشتغلها في الغيط. بتدخلي كام في اليوم؟ يعني لو احنا رحنا نجمع مثلا في جمعة وحصول القطن، بطلع انا وولادي على حسب الكيلو ب2 جنيه، عملنا ب30 ب40 ب50 طبعا الرزق. اذا ما انتم شايفين لا باب ولا شباك، والنطره لما بتيجي بنتلم كلنا تحت الحته دي يا اما عند الجيران. والله العظيم كنا قاعدين ده على البصل، جبت شويه خشب من الناس ورحت حطهم كده، والحمد لله وردين بقل من كده. قعدت بتخانق انا وهو في مره على الظروف والبيت بالطريقه ديت والعيال، فجت عينيا وجعتني
ما كنتش شايفه بيها. فأهل الخير ربنا يجازيكم كل خير، عملوا العمليه بيه. مش بشوف التاني، بشوف واحده بس والتاني مش بشوف. والحمد لله عليك يا رب. انا مش طالبه اي حاجه الا بس تعملوا البيت اللي من النطره. هل انت حاسه ان الدنيا جايه عليكي؟ الحمد لله. بعد سواعي بعد اقول كده، اشوف الناس اقول عندهم بيت وداخل لهم دخل، حتى قبض ولا عندي القبض ولا عندي اي حاجه خالص. بتيجي ايام ما بقاش لا في فلوس ولا في اكل ولا في اي حاجه، احنا مثلا فردين بس في التمويل لنا 10 ترغيف، لو ما خدناش بهم العشره، العشره ما بيكفناش. لو جبنا العشر ترغيف لو فطرنا ما نتغداش، لو اتغدينا ما نتعشاش. والحمد لله لا تعملوا، انا راضيه بيه. وجهزوا لي العروسه دي، بطلب الستر من عند ربنا، وان انتوا تقفوا جنبي بعد ربنا، ويكفيكم شر المرض، وكل اللي يقف جنبي ربنا يسترها معاه، وربنا يخلف عليها بالحلال. انا واثق في ربنا سبحانه وتعالى اولا ثم في حضراتكم ان احنا هندخل السرور عليها وهنساعدها في ظروفها اللي حضراتكم اكيد شفتوها على وضعها الصعب ده. ننتظر مساعدتكم وعونتكم لينا. يا دكتور تعليق حضرتك ايه؟ اذا فطرنا ما نتعشاش، وإذا تعشينا ما افطرناش. من ده كتير معانا. الجديد إن البيت من بلوك أبيض. أنا متعود دايما على البيوت اللي بنزلها من طين أحمر، من طين، طين حيطة من طين. ف هي أثرت فينا كلنا وأثرت في المشاهدين، ومع ذلك هي أحسن من غيرها كتير بالنسبة للي معانا يعني. هتشوفوا معانا حاجات كتيرة جدا، وأنا بتمنى ما تشوفوهاش، تشوفوا ما بعد، ما تشوفوش قبل. أنتوا فرحتوا بإنجاز عطيات، وأكيد عينيكوا دمعت من حالة فاطمة. فأرجوكوا يا جماعة، الست دي أرملة، عايز تضمن الجنة اضمنوا في اللي زي فاطمه. وزي ما انتوا ضمنتوا مع عطيات، لان سيدنا النبي قال الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، او كالصائم لا يفطر، او كالقائم لا يفطر. مين بقى هيفرح الست فاطمه واللي زي الست فاطمه؟ ارجوكم احنا عايزين يعني، هي بكت وبكت. عارفين الفقر لما يجتمع مع المرض صعب قوي. عارف لو الصحة حلوة هتخرج تشتغل، لكن لما الاتنين يبقوا مع بعض احنا حملنا بيبقى تقيل. لأن بعد ما هنعمل البيت ونظبطه هناخدها عشان نعالجها. أيوه. ومحتاجين حضراتكم تكفلوها، حد يكفلها. محدش عايز يبقى مع سيدنا النبي كهاتين في الجنة. انت معاك بنات صغيرة أيتام، فانت هتساهم مش في تربية ولد، انت هتساهم في تربية بنات. انت لسه ما اتصلتوش على 19038 ليه؟ فانا مش عارف، يلا نتسابق. جايز هي دي اللي تدخل الجنة، معانا كتير. انا محتاج في الواحات البحرية 70 بيت جاهزين معانا. اشوف بقى مين اللي هيناسس معانا. معظمهم حالات زي الست كتير كتير. كتير قصص كلنا لنا حاجات، ومعظمها بقول دي متميزه شويه، بيتها من بلوك. شايف بيت زي ده مثلا؟ ده بيت من طين. تمام، شايفه المنظر حضرتك؟ ده ما يرضيش حد. يعني بس هو ما يرضيش المشاهدين، هيتحركوا هيساعدوا معانا اكيد. الحاجات دي يا جماعه الناس بتبعت لي يا دكتور وتقول لي دعاء انت واثقه في جمعيه البر والتقوى؟ دايما السؤال ده بيتسال، واكيد حضرتك واكيد كلنا بنتسال السؤال ده. فدايما برد رد يا جماعه، اللي انا شايفاه ده رحت شفته على الطبيعه، واللي انتوا شايفينه ده هو الحقيقه، يعني مش مصورين حاجه. واحنا جايبين لهم الصوره الحلوه شويه. حضرتك برضو اتحركت في الاماكن الكويسه. مره كده هتطلعي بقى معايا في الاماكن اللي مش هتقعدي، اللي هتفطري ولا هتتعشي ولا
من الصدمة اللي هتشوفيها. وبعدين الناس اللي بتقول انت واثقة في الناس، يا جماعة احنا نصابين وحرامية، ما تيجي معايا ونفذ، خليني دليلك، استغلني. انا يا عم واحد بروح اماكن، تعال معايا، انا اختار واقول لك البيت الله يعينك، بس ارميتها في رقبتك، اشتغل انت وخلاص، ما تدينيش فلوس، روح نفذ بنفسك وعيش. انا عايز كده. اصل انت مهما شفت، انت شفت الصوره الحلوه، اصل الشاشه دي بيشوفها ناس بره مصر، فلازم يشوفوا صوره حلوه، لكن في صوره ما تنفعش تتشاف. انا هوريها لك بقى وارماها في رقبتك، البيت ده خدته الله يعينك، يلا بقى قول لنا نحضر الافتتاح. لكن انا عايزك تساعد وثق، ما تثقش فينا، بس ثق في نفسك، في عينيك. الكاميرا مش هتكذب، تعال اتفرج بنفسك تاني. هو هيدفع وحضرتك بتأمن له فكرة انك عايز تشوف فلوسك راحت فين، وعايز تتابع الحالة وعايز كده، بتديله. لا انا بقول له ما تدفعش، تعالوا انا ادير لك على المكان وانت تعالى. لا، في حاجة الناس اللي عايزة تدفع ما تقدرش، في ستات ما تقدرش تروح الاماكن دي، في ستات ما معها فلوس بس ما تعرفش تقف على بنا بيت، انما حضرتك بتأمن لها فكرة ان انا هوريك البيت بعد ما يخلص. بص يا استاذ، انا مش بعمل حاجة بتطير في الهواء، انا في بيوت فموجودة على الارض، في مسجد، في بير، في مستشفى، ميزة شغلنا ان حاجتنا موجودة على الارض، تقدر تروحها في اي وقت. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عماد عوض، رئيس مجلس ادارة جمعية البر والطاقة المصرية. عندنا فاصل ومكملين مع حضراتكم بعد الهواء مباشرة. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. الحقيقه فقره تهم كل الستات، انا بقولها بالفم المليان يعني، لانه احنا بنعاني طول الوقت من الام في المفاصل وفي الركب وفي ويعني اي حاجه بتتحرك لازم معرفش كده فيها، لازم نحس فيها بوجع. معرفش ده له علاقه بالست اكتر من الراجل ولا لا، فكره خشونه المفاصل دي هل ليها علاقه بالسن، هل ليها علاقه بالوزن، معناها ايه، وايه اللي بيحصل لنا يعني من تغيرات يخلي عندنا خشونه. انا برحب بدكتور عمرو سعيد، استشاري علاج الام العمود الفقري والمفاصل بدون جراحه، ودكتوراه علاج الالم التداخلي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ عادل. يعني ايه خشونه مفاصل؟ باختصار خشونه المفاصل ديت نقدر نشبهها كده زي الشعر الابيض اللي ممكن يحصل. ليها اسباب كتيره جدا ممكن تحصل فيها، ممكن حاجه زي ممكن اسباب وراثيه، ممكن اصابات، امراض مناعيه ممكن تسبب دوت، حاجات كتيره جدا. زي ما حضرتك نوهتي كده فعلا، يمكن السيدات بيبقوا اكثر عرضه من الالام المفاصل والام الخشونه، لان بيبقى في ربنا سبحانه وتعالى حاطط الاستروجين دوت، بيبقى حمايه ليهم في فتره. اكتر امراض السمنه ممكن تكون اكتر لعامل مهم جدا. في حاجات، في بعض الامراض دي فصل بنلاقي بنلاحظ ان معظم مرضانا بيكونوا من امهاتنا اكتر من الرجال، بس هي بتحصل برضو يعني، الالام دي بتبقى موجوده في الرجاله والستات والشباب الصغير. يعني ممكن تحصل في اي سن، لان في فرق حضرتك ما بين الام المفاصل والام الخشونه والام وعلاج الخشونه كمان. كل حاجه من ديت ليها نقدر نفسرها بتدريج. ايه الاسباب بقى يا دكتور؟ يعني ممكن نحدد الست كده وهي رجليها او ركبتها وجعاها، هل تقدر تحدد السبب تقول لك اصل انا وزني تقيل، ولا ممكن تبقى واحده وزنها خفيف وعندها برضو خشونه؟ صح الكلام ده مظبوط. ممكن حضرتك احنا بنشخص الاول، التشخيص ده بيبقى مبني على الفحوصات اللي بنعملها، السونار الحركي، يعني ممكن نفحص الاربطه، لان ممكن يكون في عده مصادر للالم. مصدر الالم ده ممكن يعني بمعنى ايه اللي بنقول عليه بين جنريتور، ده ممكن يكون الالم جاي من الاربطه، ممكن يكون الالم جاي من العضلات المحيطه بالمفصل، ممكن يكون جاي من الغشاء الداخلي جوه في المفصل نفسه، بيبقى فيه مستقبلات للالم. في حاجه اسمها الميكانو ريسبتورز، لو هي ليها علاقه بالحركه اللي هي بتبقى موجوده في الحركه. في بعض مستقبلات زي ما قلت حضرتك كده، مستقبلات الالم في الغشاء نفسه للمفصل حد ذاته، دي كل ديت بتبقى مصادر للالم. فالتشخيص بيبقى مهم، سواء كان باشعاعات او استخدام السونار الحركي عشان نشوف الاكتف. يعني من ميزه السونار كمان عن اي اشعه تانية ان هو بيديني الاكتف، ان الحاله وهي واحنا شغالين الالم فين، بقدر اشوف الالتهاب واضح معايا، فبنبتدي نوجه العلاج ليه. طب احنا يعني اللي اعرفه كده من معلومات كده واصله لي انه المفاصل فيها حاجه زي حاجه جيلاتينيه او حاجه طريه كده بتلين موضوع الحركه،
فجأة الحاجة الجيلاتينية دي بقى بتختفي ولا بتقل ولا ايه اللي بيحصل؟ لما بيحصل اصابة انت عارف حضرتك، لو احنا خدنا تشريح للمفصل وخدنا اكتر مفصل ممكن يشتكي زي مفصل الركبة او اي مفصل عامة، هو عبارة عن التقاء عظمتين بيكون ما بينهم حاجة اسمها الكوندر الغضروف او المنسكايدا نفسه، ويبقى فيه خلايا بتفرز السائل الجيلاتيني او السائل الزلالي. السائل الداخل الركبة ده بيبقى ليه ممكن في حد ذاته ويبقى فيه التهاب هو نفسه فيسبب ألم، او تحصل اصابه او كراكلينج او يحصل قطع في غضروف او يحصل حاجه فيبتدي دوت يبتدي يزود لي مراحل الخشونه. مراحل الخشونه بتبقى 4 درجات لو احنا خدناها في مفصل الركبه، الدرجه الاولى والثانيه والثالثه بيكون بيبتدي الالم يظهر، يظهر صوت مع الالم يظهر، يبتدي ان يحصل احتكاك وبالتدريج يزيد هذا الاحتكاك. صوت اللي هو الطرقعه دي؟ لا صوت الطرقعه ده لو هو بدون الم ده صوت فيسيولوجي طبيعي، لكن لو هو بالم ده بيبتدي بالنسبه لنا مشكله بالظبط كده، نبتدي نفكر في علاج ونبتدي نتوجه للعلاج. كمان في نقطه حاجه ان زي ما قلت حاجه كده بيحصل نقص للسائل الجيلاتين الداخلي ده، وده بنبتدي بنعوضه في طرق قديمه اللي هي تعويض هذا السائل سواء كان بالحقن الماده الجيلاتينيه او الهيالورونيك اسيد، والطرق الحديثه زي حقن المواد التجديديه زي البرولوسيرابي البرولوزون او الاكسجين النشط او البي ار بي والبلازما الغنيه، هي انواع برضو بالمناسبه اللي بتقدر تديني فاسيلتيز وبتديني طريقه في العلاج وبتديني راحه كمان من الالم. يعني دي علاجات جديده في طرق قديمه بالظبط كده، في حاجات قديمه. احنا كنا نسمع يعني نشوف مثلا ستات كبار تقول لك انا اروح هاخد الحقنه بالزبط. اللي باخد بس 6 شهور وترجع للالم تاني بالظبط كده. فده ايه بقى، ايه الفرق؟ الفرق زي ما قلت حضرتك كده، زي قديما كان في الماده الجيلاتين ودي بتستخدمها لحد دلوقتي، دي بتعوض السائل الزلالي وبتعرق وتقلل الاحتكاك، وحديثا دلوقتي بنستخدم البلازما الغنيه. في حاجه اسمها جروس فاكتور او عامل النمو اللي موجوده في الصفائح الدمويه، دي الصفائح الدمويه فيها اكتر من عنصر او اكتر من مواد جروس فاكتور اللي هي عوامل النمو اللي بتساعدني في بناء الغضروف، بتساعدني في بناء تعويض السائل الزيتي دوت بطريقه طبيعيه. احنا بيتم مسح يعني بيتم سحب عينه من العيان بطريقه بسيطه جدا، لازم يكون من نفس المريض عشان افصل هذه الصفائح وابتدي اعمل لها تنشيط عشان اخد الجروس فاكتور عوامل النمو ديت وابتدي بنعالج بيها خشونه المفاصل. يعني بتسحبوا منه وتعالجوه بنفس الماده بالظبط كده، لان هو ربنا سبحانه وتعالى خلق فينا القدره على العلاج، القدره على الشفاء. جميل. زي ما حضرتك كده، دي عينه في هنا، دي الصفائح الصوره اللي على اليمين دي فيها الصفائح بعد ما بتبتدي فصلها. طبعا احنا بنفحصها بطريقه فحص معينه، كل عيان مختلف عن الثاني، بنبص عليها في استخدام الميكروسكوب عشان نعدها، في تحاليل بتتعمل للمريض عشان ممكن تناسب هذه التقنيه تناسب مرضى وممكن ما تناسبش بعض المرضى. زي ما قلت حضرتك كده، هي انواع حقن بلازما، ممكن بلازما مضاده للالتهاب، بلازما بنائيه ابني بيها الغضروف اعالج بيها الخشونه كمان، دي كل دي انواع، كل دي ليها انابيب خاصه في الفصل ليها انواع معينه بقدر استخدمها حسب العيان وحسب المريض. فدي باختصار ده دور البلازما او يمكن حقن البلازما او الحقن الجديد او الحقن التجديدي. بنبتدي نحقن المفصل او سواء كان مفصل ركبه سواء كان بالبلازما او الصفائح، بتبتدي الصفائح تنادي فيها نداء كده ما بينهم بين بعضيها. تعمل معايا تخليق للكولاجين مره تانية اللي هو بنقول عليه الماده الجيلاتينيه او الداخليه، وكمان بتعمل مضاد للالتهاب طبيعي موجود جوه. يعني هي من جوه الجسم بناخدها نعالجها ندخلها تبتدي تخلق من اول وجديد بالظبط كده، نركزها بتركيز معين نحطها في المفصل، ترمم تعمل ترميم للانسجه المصابه، تعمل لو احنا اخذنا كده مثال بسيط زي ما حضرتك شايفه في الفيديو ده بيشرح تكوين النداء للخلايا النيوفاسكولاريزيشن مره ثانيه، او الاوعيه الدمويه تبتدي تتبني مره ثانيه، تبتدي تتحسن مره ثانيه، تحصل شبكه من الكولاجين. بس هو سبحان الله الكولاجين اللي بيتخلق هنا بيبقى من التايب 3 اللي هو ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقه في المفصل، بيبقى تايب 1 بيكون اقوى بيكون افضل. لكن لما بنعملها بالبلازما بيدينا طريقه ثانيه زي التجميل كده، كاننا بنعمل تجميل جوه المفصل. دي الطريقه بمنتهى الاختصار. طيب هو في فرق بين الالتهاب وبين انه في نقص في الماده الجيلاتينيه او كده. التهاب بالظبط كده، ممكن اصابه تسبب التهاب في السائل اللي حوالين اللي في جوه الركبه، او تسبب التهاب نفسه، فده بالتالي ده في حاجه اسمها التهاب موجود، ده بنفحصه برضو بيبان معانا بالسونار الحركي، بيبان معانا شايفين وهو اكتف فين مكان الاصابه فين مكان الالتهاب، وابتدي اوجه العلاج ليه. وطبعا زي ما قلت حضرتك كده نقص برضو احيانا برضو الاثنين مرتبطين ببعض، اللي نقص السائل الزلالي يسبب برضو التهاب. طيب يعني امتى الست تبقى جايه على نفسها وتقول لها اتاخرتي، انت اتاخرتي،
يعني تجي لك امتى؟ يعني تحس بايه فتروح للدكتور، ولو طنشت وتروح للدكتور فيقول لها ليه بتتاخري؟ بتتاخري اولا في ناس فعلا امهاتنا بيصبروا على نفسهم كتير قوي ويبتدوا ياخدوا مسكنات ويخش بعد كده في قصه تانية اسمها ادمان المسكنات. هي متعوده انها في الم، الالم موجود فبتاخد المسكن تتحرك. للاسف دوت بيبقى خطر، لانه خطر على سواء كان على الكلى او صحيح. على الكبد او على الجسم عامه. وفي نفس الوقت ليه اضراره، ان هو بيمنع البناء. احنا نقدر كل ما ندخل بدري كل ما ناخد نتيجه علاجيه افضل. فبالتالي العلاج الخشونه وعلاج الام الخشونه ممكن، والتداخل المبكر يفرق معانا كتير جدا في النتائج ويحملنا المفصل دوت بدل ما نروح على الطريق اللي هو تغيير مفاصل. فالفكره ان ممكن نعالج ده بدون جراحه، وممكن ما نروحش الطريق ده اصلا لو احنا تدخلنا بدري. طيب يعني فكره انه العلاج بقى دكتور، يعني ايه حقن الالتهاب او حقن الالتهاب الاعصاب، هل هي دي حقن البلازما؟ لا، في انواع تانية من الحقن اللي ممكن نستخدمها. ممكن استخدم احقن للاعصاب المصابه اللي بتسبب الم، او ادخل ليها كنوع من انواع الحقن برضو اسمه التردد الحراري. التردد الحراري دوت هو حقن بنستخدمه لعلاج الالتهاب حوالين العصب. فبالتالي ده برضو بيبقى نوع من انواع، بس مش بحقن ماده، مش بحقن ماده، لا انا بستخدم جهاز. الجهاز ده بيطلع لي موجات علاجيه، وفي كمان حد من الطرق الحديثه التردد الحراري، وفي كمان الليزر او الليزر المعالج. في حاجه اسمها الحقن التجديدي، او في حقن التجديدي بالظبط كده. دي برضو انواع الحقن اللي قلت حضرتك عليها الجديده. دي مثلا حالات الخشونه المتقدمه، يعني لما يكون في خشونه من الدرجه الرابعه وهذا المريض ما ينفعش معاه ان هو يعمل عمليه تغيير المفصل، بنعمل له حاجه اسمها التردد الحراري. التردد الحراري باختصار زي ما حضرتك شايفه هي اعصاب المسؤوله، الاعصاب الحسيه المسؤوله عن الالم. بندخل عليها زي ما حضرتك شايفه كده بطريقه معينه، بتوجيه جهاز الاشعه الفلوروسكوبيه، وتعتبر هي زي عمليه بس لازم يكون في بتعقيم تام. وبندخل على الاعصاب اللي فيها المشكله ونعمل ليها التردد الحراري. هو بيعمل حاجه، بنمسح بالقلم المزمن المتكون، وبنساعد على كمان التجديد، وان العيان يفضل فتره محترمه جدا بدون الم. طب ده بيقعد فترة قد ايه دكتور؟ التردد الحراري لوحده ممكن يبقى سنة، ممكن سنتين. ولو استخدمنا معاه طرق الحقن التجديدي ناخد نتائج علاجية افضل بكتير. لو العيان وزنه زايد شلنا بقى مسببات الألم، مسببات الألم زي مثلا عدم مريض سمنة، فلو احنا خسينا ناخد نتيجة نتيجة مهمة جدا. لو احنا حافظنا ان احنا ما ناخدش المسكنات بإدمان برضه هناخد نتيجة كويسة جدا. ممكن العيان ما يكررش معانا التجربة دي تاني. هي بتتعمل مناسبة مرة واحدة بس، الموضوع بيبقى مخدر. بتتعمل مرة واحدة بس. المفروض احنا لازم نحافظ عليها، ممكن نبوظها بالسمنة بالكده. أول العيان لو هو استمر على نفس الظروف اللي كانت فيه، لا الألم هيرجع تاني، لأن احنا مش بنلغي الألم، احنا بنمسح الالم المزمن. وبنمسح تكوين الاعصاب اللي كانت مستثاره في ان هي بتطلع استثاره على طول، لا احنا بنقول لها بنعمل لها ريستارت كده باستخدام تقنيه التردد الحراري. هل في حالات الحقن التردد الحراري اغناها عن فكره عمليه المفصل الحمد لله تغيير المفاصل؟ من 2017 في دراسه معموله في امريكا عن ان تقريبا العلاج اللي ممكن نستخدمه المراحل المتقدمه من الخشونه، خاصه والمراحل المتقدمه اللي هي خشونه الدرجه الرابعه دي، ممكن نستخدم فيها تقنيه التردد الحراري مع الحقن التجديدي. ويمكن هنا برضو دي صوره بتوضح الحقن التجديدي من حقن البرولوزون والبلازما الغنيه والخلايا الجذعيه. الصوره اللي هنا دي قبل ما نعمل حقن، وصوره بعد، انه يمكن زمان الدكاتره يوضحوا في فرق واضح جدا وفرق شاسع ما بين. الاهم كمان ان المريض ده الالم راح معاه. دي مريضه على فكره عندها 63 سنه كانت تعاني من سمنه. لو يمكن الشادو بتاع الوزن هتلاقيه حضرتك، احنا يمكن في شادو ابيض كده جانبي قل شويه، انها فعلا هي كانت صبوره جدا وكانت يعني معانا وقدرت تلتزم بالتعليمات. وخدنا نتيجه ايجابيه الحمد لله قبل الحقن وبعد الحقن. فالنتيجه واضحه. دي برضو حاله ثانيه، يعني حضرتك شايفه ان هنا الحالتين في فرق، ان هو السبيس اللي هو ما بين الركبتين ابتدى يحصل فيه ضعف في الركبه اللي هي ناحيه اليمين. لو تلاحظ حضرتك ان الدنيا فيها احسن، كون مره تانية، والالم اهم حاجه ان هو راح. جميل. يعني نتمنى انه الناس او السيدات ما تهملش في نفسها
ونتمنى ان هم يعني ايه يعني اول ما تحس بالم ما تجريش على المسكنات، نجري الاول على الدكتور الاول قبل المسكنات. انا بشكر حضرتك دكتور عمرو سعيد استشاري علاج الام العمود الفقري والمفاصل بدون جراحه ودكتوراه علاج الالم التداخلي. شكرا يا دكتور. وقبل ما نمشي هنشوف فاصل، هنشوف تقرير وبعد كده نقول لكم السلام عليكم. انا مريضه خشونه في ركبتيني الاثنين، خشونه متقدمه ظهرت فجاه سنه 2014، ومن 2014 لحد النهارده انا يعني حاولت كتير ورحت لدكاتره كتير علشان اعالجها وعلاج طبيعي وكده. طبعا كان كله بيوصل لمرحله يعني كله في الاخر بيقولي لازم تغيير مفاصل، لحد ما لقيت اعلان لدكتور عمرو على اليوتيوب اتفرجت عليه. جيت بصراحة ما كانش عندي أمل تماما، أنا بتكلم بقى يعني بتكلم الحقيقة اللي حصلت، وجاية يعني تحصيل حاصل إن أنا يا إما يعني في الآخر هغير مفصل. طبعا أول حاجة قلتها له بعد ما قال لي على البروتوكول اللي هيتعمل، قلت له يا دكتور عشان خاطري أنا بقالي 8 سنين دايخة، فلو بجد لو الموضوع مش هيجيب نتيجة قول لي من دلوقتي وأنا يعني والله ما هزعل. قال لي طب نجرب ولو وصل ل 70% يبقى ممكن ساعتها تشكريني. قلت له اكيد ان التحسن يبقى احسن 70%. طبعا الحمد لله والشكر لله انا عملت مرتين بلازما في رجلي الاثنين، تم طبعا سحب العينات عينات الدم من هنا ويعني كل حاجه بتتعمل هنا. الحمد لله طبعا يعني ال 70% حصلوا بعد اول مره، والنهارده تقريبا انا بقدر امشي 80%. يعني الحمد لله والشكر لله، يعني بجد انا بدعي لهم في كل صلاة في كل وقت، يعني ربنا يكرمهم بجد جروب هايل. الركبة دي هي اساس المشي واساس كل حاجة، ما بقدرش امشي ما بقدرش اقف، غير طبعا في سني ده ابتديت اعرج وابتديت ابقى مكسوفة جدا طبعا لو نازلة الشارع لو واقفة لو عند حد ببقى محرجة يعني. فالحمد لله والشكر لله كل ده يعني الحمد لله يا رب يتمها على خير بإذن الله. لا يعني لحد النهاردة لسه المفروض الحقنة الثالثة، بس حاسة بتحسن كويس قوي. ومن ضمن الحاجات اللي دكتور عمرو قال لي عليها امنعيها تماما، ما كنتش مصدقة أو مش مستوعبة يعني ايه امنع مسكنات. انا النهاردة ما باخدش حتى البنادول الحمد لله.